الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد، نقدم لكم استراتيجية المنافسة بين فارسين، الفارس الأول فراس والثاني عبد العزيز. كل تلميذ منهم يمسك أوراقه. عبد يا فراس، عيد الأوراق كما كانت على الطاولة، وأنت عبد العزيز ضع على الطاولة. الآن ابدأ. الأسرع في الترتيب هو الفائز. الاثنان معا، الاثنان. المسجد الحرام في مكة المكرمة ينمو الجزر تحت التراب. الآن أعطيه جملتك وأنت خذ جملته. أسرعة، خذها. لم الأوراق يا فراس، لم الأوراق كلها، جمعها في يدك. وأنت يا عبد العزيز، جمع الأوراق في يدك، ضعها على الطاولة. تعال يا عبد العزيز، ضعها على الطاولة. الآن ابدأ، أسرع. الجزر ينمو تحت التراب. المسجد الحرام في مكة المكرمة. الاثنان ممتازان. الجوائز اليوم مقدمة من شركة عبد العزيز العجاجي، خذها جائزة. الآن فارسين آخرين، أمير ورائد. اجمع الأوراق، اجعلها مبعثرة. يا فهد، بعثر هذه الأوراق. يا عبد الرحمن، بعثر هذه الأوراق، لخبطها. الآن اعطيه الأوراق، اعطيه الأوراق. ابدأ، الأسرع الأسرع الأسرع. الجزر ينمو تحت التراب. الجزر ينمو تحت التراب. فاز أمير. المسجد الحرام في مكة المكرمة، ممتاز. ولا تأخر رائد بعد الشيء، ولكن رتب ممتاز. الآن اجمع هذه الجملة، بعثر أوراقها. يا رائد، يا رائد، اجمعها هنا. يا فهد، اجعل الأوراق غير مرتبة. عبد الرحمن، اجعلها غير مرتبة، خذها جائزة. كل تلميذ يأخذ جائزة. الآن عزام وأنس، عزام وأنس. خذ هذه يا الأول، خذ هذه. ابدأ، ابدأ الترتيب. الأسرع الأسرع. الجزر ينمو تحت التراب. أنس. المسجد الحرام في مكة المكرمة، عزام، ممتازان، خذ جائزة. الآن نواف وراشد، أسرع، ضع هنا. هيا، انتهت الحصة، سنكمل الحصة القادمة إن شاء الله.